صباح الخير، أسبوع جديد منوصل لختامه أكيد سوا برفقتكم مشاهدي الإخبارية السورية اللي برامجنا أكيد عم راجع فيه كل اللي قدرنا نحققه خلال أسبوع، وأيضا عم نستعد لبداية جديدة ومشاريع جديدة وأكيد بطريق تحقيق طموحاتنا. إن شاء الله هاليوم أو هالنهار يحمل كل الأمل لكم مشاهدي الإخبارية السورية فقرات عديدة ومتنوعة وضيوف أكيد من مجالات مختلفة بحلقتنا لليوم. لكن قبل ما نبدا برحلتنا الصباحيه بدي صبح على زميلتي ميسان. يسعد صباحك ميسان. يسعد صباحك زينب وصباح كل مشاهدي الاخباريه السوريه. صباح جديد وبدايه يوم، كونوا على استعداد لتبداوا في اعمالكم بطاقه ايجابيه وبكل صباح. اكيد املنا بيتجدد مع حراس الحياه على هالارض، ابطالنا المرابطين والصامدين بكل مكان. ولحتى نعرف شو محطاتنا لليوم فاصل ونبدا مشوارنا. زينب، كثير من الاخبار بنقراها وبنسمعها كل يوم وبتلفت نظرنا، واليوم رح نبدا صباحنا بجوله على بعض الاخبار المنوعه، ورح نبدا مع نتيجه توصل الى مجموعه من العلماء الامريكيين مفادة ان النوم ضروري لسببين، اول نسيان بعض الذكريات والاخر لتخزين المعلومات في الذاكره، ونشرت نتائج هذا البحث في مجله ساينس العلميه. وبينت هذه النتيجه ميسان على تجربة أقيمت على مجموعتين من الفئران، حيث حرمت المجموعة أو حرمت المجموعة الأولى من النوم، أما الثانية تم إعطاؤها القسط الكافي من الراحة. وأظهرت التجربة أن مستوى بروتين هوميريلا المسؤول عن تخزين الذكريات الضرورية ارتفع في أجسام الفئران التي حصلت على قدر كاف من النوم، إضافة إلى حذف الدماغ للعناصر غير الضرورية من الذاكرة. وبالنسبة للفئران التي حرمت من النوم فلم تظهر هذه العلامات المذكورة أعلاها عليها، مما يؤكد أهمية النوم في حفظ المعلومات وتخزينها. ويعتقد الخبراء أن النتائج التي توصلوا إليها تنطبق أيضا على البشر. مين منا ما بيعرف أهمية النوم أكيد زينب، وخصيصا في دراسات كمان حكينا عنها بالأسبوع الماضي عن النوم وأهميته بالنسبة للأطفال، وأيضا مو بس لتخزين المعلومات وأيضا لحتى حذف المعلومات الغير ضرورية، هي بشكل عام النوم أساسي يمكن لصحة جسم الإنسان. طبعا مو النوم زائد أخ الناس أكيد، يمكن مثل ما عرضنا بحلقات سابقة بصباحنا غير، والدراسات اللي أظهرت أنه أقل شيء 7 ساعات من النوم والراحة الكافية لحتى فعلا الجسم يقدر كمان يكون عنده استقلاب منيح ليوم جديد. رح نروح لخبرنا الثاني، وتمكن علماء فيزياء أمريكيون من تصنيع روبوت طائر على شكل خفاش قادر على الطيران بطريقة فريدة من نوعها. ويعتمد الروبوت بطيرانه على حركة الجناحين، وهو غير قادر الآن على منافسة الروبوتات الصغيرة التي تعتمد في طيرانها على حركة المراوح، فهو غير مصمم للطيران في الأماكن الضيقة. لكن الفكرة الأساسية من تصميمه هي الاستفادة أيضا من هذه التجربة، روبوتات طائرة مستقبلية قادرة على الطيران بشكل أفضل، كما يمكن أن يستفاد منه في دراسة أيضا أيروديناميكية الطيران.
رح نبقى بعالم الاختراعات والافكار والابتكارات، حيث عرض المهندس ماكسيم لياشكو في مختبره بموسكو تصوره لذراع بيولوجية مستقبلية سيكون سعره مقبولا. وستصبح هذه الذراع هي الاولى التي تطبع في روسيا بواسطة طابعة ثلاثية الابعاد، حيث بدأ لياشكو بانشاء ذراع الكترونية بيولوجية بعد ان فقد ذراعه عام 2013 في حادث مؤسف، وينوي ان يكون سعر الذراع التي يعمل على انتاجها مقبولا مقارنة مع سعرها بالبلدان الاخرى. خلونا نشوف كيف راح يكون هالتصور. ختام أخبارنا زينب عن تطبيق انتشر منذ فترة على الفيسبوك باسم صراحة، حيث يتم إنشاء صفحة خاصة بكل شخص ويبدأ باستقبال الرسائل على هذه الصفحة ولكن دون التعرف على شخصية المرسل، وتتضمن الرسائل إما آراء عن الشخص المرسل له أو بعض الاستفسارات، وقد شهد إقبال كبير على التطبيق. طبعا تطبيق يعني شفنا عن طريق الفيسبوك بيقدروا الاشخاص انه هنا يفوتوا. اكيد ميسان، يمكن كل العالم صار عندهم فضول انه يجربوه. شو رايك بهالتطبيق وليش فيها الاقبال عليه؟ انت جربتيه؟ انا جربته وشفت الاقبال يعني من خلال متابعتي لاراء الاشخاص، الكل عم يقول يمكن احنا اصبحنا بوقت مو دائما بنقدر نصارح الاشخاص، احيانا يعني بنقدر ننتقدهم بطريقه وجه لوجه، يمكن هي حتى في بعض الاشخاص نحن بنحب نوجه لهم نصيحه، بس هي النصيحه حابين انه نقول لهم اياها بلا ما يعرفوا مين يلي عم يوجه لهم اياها. هي اكثر شيء لفت لي نظري فيه. انت شو لفت لك نظرك فيه وجربتي؟ جربت التطبيق ولفت لي نظري اول شيء مثل ما قلتي يمكن الانتقادات اللطيفه اللي ممكن تتعرض او يكون حدا ما فهمان الموقف معين ممكن يصارحك فيه، ولفت لي نظري ايضا انه في ناس ما بتقدر تقول لك كلام بوشك فبتحاول انه تقول لك يا، لانه في راحه انه ما بتعرف مين الهويه المرسل يعني فيه. صحيح، فيعني حلوه الصراحه. حلوه الصراحه. لا نشوف اسا يعني مع الايام كيف رح يكون الاقبال واكيد كيف رح تكون رده الفعل عليه. اكيد. خلينا هلا نروح على صفحات جديده من روزنامه التاريخ، بنقلب صفحاتها سوا لنتعرف على ابرز الاحداث يلي صارت بمثل هاليوم. لكل يوم احداثه واخباره، منها ما يترك بصمة واضحة في سجلات التاريخ ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1946 وقوع حادثة كوبري عباس في مصر ضد الملك فؤاد الأول للمطالبة بجلاء الإنجليز وقطع المفاوضات، قامت الشرطة المصرية بفتح الكوبري عندما كان يمر من فوقه الطلبة وأدى ذلك إلى تساقطهم في نهر النيل. في عام 1971 عودت مركبة الفضاء أبولو 14 إلى الأرض بعد هبوطها على سطح القمر. وفي عام 2001 الغواصة الأمريكية غرينفيل تصطدم بسفينة يابانية مما يؤدي إلى غرقها. في عام 2004 المتطرفون اليهود يحطمون أعمدة رخامية أثرية بالقرب من المتحف الإسلامي داخل ساحة المسجد الأقصى يعود تاريخها إلى العصور الإسلامية الأولى. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1930 رفيق صبيعي ممثل سوري،
وفي عام 1940 ناجي جبر ممثل سوري. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1881 فيودور دوستويفسكي كاتب روسي. صباحنا لسه بأوله، يمكن سوا نشهد خلال ساعته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. أبو عنتر شخصية درامية تركت بصمتها بذاكرتنا، واليوم سوا رح نتعرف على الدراما السورية الفنان السوري الراحل ناجي جبري، اللي منستعيد أبرز محطات إبداعه بهالتقرير. يا حيف على الشوارع بكل وشك، من شان هالكلمة بطلق بطلق وشك. سيدي ما عمل شي غير مدت إيدي على وشه بلطافة وفكاهة. الله لا يعطيك عافية، هاللطافة والفكاهة تبعك بتطير له أربع أسنان من تمه. سيدي شو بيعرفني إنه ما بالأمزح ومركب تركيبي. الأبضاي أبو عنتر صاحب البصمة المميزة التي لا تنسى في عالم الدراما والسينما، الفنان السوري الراحل ناجي جبر، والذي يصادف اليوم 9 شباط عام 1940 تاريخ ميلاده. انتقلت إليه عدوى الفن من شقيقه الأكبر محمود جبر، وشارك في عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، منها صياد وصادوني، سراديب الضايعين، النهب، طارات البركة. اشتهر باسم أبو عنتر عندما شارك مع الفنان القدير دوريد لحام في مسلسل صح النوم. التحق بنقابة الفنانين السوريين عام 1972، وله نشاطات تلفزيونية ومسرحية مختلفة. أهلين أخي محمود، أحلى عريس. ويكن يا رشاد الليلية على شرف الأبضاي محمود الفوار. ولازم نسليكم. أكثر من 35 عاماً قضاه الفنان السوري الراحل ناجي جبر بين السينما والمسرح والتلفزيون، صاغ خلالها حضوره في المشهد الفني السوري. رهن ناجي جبر على شخصية أبو عنتر التي فتحت له باب الذاكرة، فرسخ في أذهان المشاهدين من خلالها شخصيته حتى كادت تغيب اسمه الحقيقي في ذاكرتهم. ليش قاعد هون ولا؟ نعم شلت؟ قال لي نعم. أنا شاهد. كمل. ليش قاعد هون؟ ولا ما بدي اقعد. مو مشكلتي وين تقعد، مشكلتي ليش قاعد هون. لك يا أخي الله يرضى عليك. لسه من يا أخي؟ أنا مالي أخوك بنوب، بنوب مالي أخوك. شو قلنا لك؟ كفرنا إذا قلنا لك يا أخي. لسه مستفزني من يا أخي، أنا مالي أخوك بنوب. أنا ما بتجاوبني. تبلغ حصيلة أعماله أكثر من 30 فيلماً سينمائياً و50 مسلسلاً تلفزيونياً وعشرات المسرحيات. هو من أسرة فنية، فهو شقيق الممثلان محمود جبر وهيثم جبر، وعم الفنانات ليلى جبر ومرح جبر، ويشق ابنه الفنان مضر جبر طريقه في مشوار الفن. وافته المنية في 30 آذار عام 2009 بعد صراع مع مرض السرطان ليبقى القبضاي حاضرا في أذهان محبيه مهما مر على رحيله. سيب له سيب رو غيرها وكتوب حرية ضميرك. تحرك تحرك. شو عم تكتب؟ شو عم تكتب حبيبي؟ حرية ضميرك. عشت. محطتنا اليوم مع جمعية من الجمعيات الرائدة بدعم الأطفال المصابين بالسرطان وأهليهم بسوريا، جمعية بسمة اللي تأسست عام 2006 لازالت تقدم كل ما أمكن بسبيل دعم الأطفال وأهليهم بشتى السبل رغم أصعب الظروف. أطلقت الجمعية حملة بسمة لدعم الأطفال مع بداية شهر شباط للعام الحالي بمجموعة من الأنشطة والأحداث الهادفة لدعم الأطفال
الأطفال، حيث يعتبر شهر شباط شهر التوعية بمرض السرطان. ولنتعرف أكثر عن تفاصيل هالحملة وأنشطة الجمعية، بيسرنا أنه رحب بالسيدة سهير بولاد رئيسة مجلس إدارة جمعية بسمة لدعم أطفال السرطان، والسيدة كاتيا شطة عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة والتمويل. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح نغير. يسعد صباحكم عن جديد، ويعطيكم العافية على المجهود الكبير بشأن الحملة خاصة لدعم طبعا الأطفال المصابين بالسرطان. احنا نبدأ مع عندك مدام كاتيا ونحكي أكثر أو نعطي لمحة عن الحملة. هلا نحن هي السنة الحملة تبعنا اسمها أنقذوا البسمة. هو الهدف من الحملة مثل كل سنة، هو جزء منه رح يكون توعوي وجزء منه بيكون مادي مشان نحن نلم تبرعات من خلاله. ونحن الحملة بشكل عام كانت تتوجه لكل أطراف المجتمع، يعني نحن كنا نحشد أكبر عدد ممكن من المجتمع معنا، أنه توجهنا للأطفال أنه فينهم يدعموا بس ما من خلال زيارتهم مثلا لفانتاستيكو كان بأربع الشهر يلعبوا فيه، في مطمورة بس ما فينهم يشتروها هن يصمدوا من خرجيتهم لألنا كمان. وفي اتجهنا كمان مثلا للسيدات من خلال مثلا زيارته لسالون مثلا ميلاد خلال بيوم معين من الشهر كمان بيجي تبرعاتها كاملة لإلنا. عاملين غداء خيري بالفور سيزن للسيدات كمان، إذا بيروحوا عليه بيكون كامل تبرع حق البطاقة لجمعية بسمة. وكمان مثل العادة توجهنا نحن هي السنة لمطاعم بعدد أكبر، عنا 8 مطاعم هي السنة مشاركين معنا، اللي إذا بتروحي على واحد من هدول المطاعم خلال هيدا الشهر بيكون جزء من ريعون بيروح لجمعية بسمة. والمشروع اللي عاملينه كمان هو تبرع ولو بيوم من راتبك حتى ترسم بسمة على وجه طفل مصاب بالسرطان. هيدا المشروع هاي السنة توجهنا تقريبا لعشر شركات خاصة، ومتوقعين تقريبا 3000 موظف يشارك معنا فيها ان شاء الله. يعني بتكون المشاركه واسعه، رح نتوسع اسا بالحمله ونحكي عن تفاصيل كيف بديتوها، ولكن خلينا نروح نشوف البرومو تبع الحمله ونرجع لكم كمان حديثنا معكم. يعني الفكرة تبع البرومو أيضا يمكن كتير بسيطة، هو ارتداء الشعار الذهبي لدعم مرضى سرطان الأطفال. احكوا لنا عن النشاطات اللي ضمنتها أيضا الحملة وكيف كانت فكرة البرومو. هلا أنا أول شيء بدي أقدم لشركة ابتكار للدعاية والإعلان، هن نحن يعني قلنا لهم نحن شو ببالنا يكون لهيدي السنة، شو الفكرة شو التوجه، وهن اللي طلعوا بكل فكرة الحملة، فأكيد أنا بتوجه لهم بالشكر إنه على هالحملة الحلوة اللي عملوا لنا إياها. فنحن جيت فكرة أنقذوا البسمة لأنه نحن مثل ما بتعرفوا من أول الأزمة نحن وقفنا كل حملاتنا وصفى شغلنا كتير على الخفيف. فنحن هي السنة قلنا يعني مثل أي جهة تانية بالمجتمع نحن كتير عم نعاني وكتير عم نتعذب، فقلنا لا نحن لازم نرجع مثل أول ولازم نرجع نشتغل مثل أول ونعمل حملات كبيرة، لأنه صرنا بحاجة نحن ننقذ البسمة لأنه صار وضعنا كتير صعب بالجمعية. يعني يمكن في أكثر من صورة عم تكون موجودة معنا، هلأ رح نشوف واحدة منهم. يعني قديش أثروا هدول سيدة سهير يعني البوسترات بالشارع بالأشخاص، كيف لقيتوا ردة فعل الناس من خلال الحملة اللي قمتوا فيها؟ هلأ كتير كانت حقيقية، لأنه هي الحقيقة هي أولاد بسمة، يعني هن الحقيقة هدول أولادنا مانهم صور. كتير عطت صدى حلو بالشارع، انا هذا اللي سمعته يعني، فكله عم يقول انه هي مؤثره كتير، انه انتم عم تعطوا بين الشيء الحلو والشيء المو حلو، بين الالم بين تماما بين يعني بين انه نحن يكون عندنا امل بانه هالولاد لازم يشفوا او لازم نكمل معهم. فهو كان كتير حلو الحقيقه، كانت الحمله كتير مهمه. طبعا نحن بهالفتره الازمه صح نحن توقف عنا الحمله، بس نحن شغلنا زاد اضعاف. يعني مثل ما بتعرفي كل الاولاد صاروا محافظات سوريا كلهم صاروا عم ينزلوا، لانه هنيك صار في ضغط، صار شغلنا اكبر من 4 أو 5 مرات ضاعف حجمه. بس شوي وقفنا حملاتنا لانه
كان صعب يعني. يعني واجهتوا صعوبات بهالأزمة، شو هي أبرز الصعوبات يلي واجهتوها؟ لا أبرز الصعوبات الحقيقة هي نقص الدواء، نقص التمويل للجمعية أول شيء، لأنه نحن منه منوفر الدواء، بس هو نقص الأدوية بالمشافي هو الحقيقة يلي كان أكبر صعوبة. يعني نحن عنا برنامج الدواء شهرياً بيكلفنا بحدود 12 مليون بس لمشفى الأطفال، مواساة، الأسد الجامعي، البيروني والقطاع الخاص، هدول بس. يعني نحن لهلأ صرنا مسجلين لحد 6400 طفل لنهاية 2016، فهدول حمل مانهم قليل أبدا. فعنا صار المصروف كتير زاد، ما عدا وحدة بسمة طبعا أكيد تعرفوا عنا اللي هي أول مركز تخصصي لعلاج سرطان أطفال بسوريا، هو كمان بيكلف شهريا 14 مليون. هذا هي الأرقام تضاعفت عن قبل الأزمة، ضاعفت 4 أو 5 مرات. فهو المشكلة عندنا نقص التمويل الحقيقة ونقص الأدوية بالمشافي. يمكن اللي بفوت مدام سهيرة على أي مشفى من مشافي الأطفال المصابين بالسرطان بشوف جمعية بسمة ما بس بتقدم الدواء، ويمكن أيضا بتقدم الدعم المعنوي للأطفال، وبتقدم للأهالي الدعم المعنوي. يعني شفناكم بأكثر من مناسبة، إن كان مناسبات الأعياد، مناسبات الأطفال، دائما موجودين معهم، عم تحاولوا إنه تخلوا حياتهم طبيعية، تعطوهم أمل. فتحكي لنا عن نشاطات الجمعية. تمام. هلا نحن في عنا فريق تطوعي بينزل كل يوم على مشفى الأطفال من 4:30 للـ6، بيلعب الأولاد مثل ما أنا شايفين، بيلعبهم، بيرفه عنهم، بيجيب لهم هدايا. نحن حقيقة بنخلق حفلات خلقة، يعني بكل مناسبة نعمل لهم حفلة كرمال إنه هن قاعدين بالمشفى والوضع صعب كتير، فمنحاول إنه شوي نرفه عنهم. هذا البرنامج مستمر من ما انقطع ولا يوم، مثل برنامج الدواء اللي ما انقطع ولا يوم. بالمشافي الباقية كنا نعمل بالبيروني بوحدة بسمة، بس هلأ نظرا للظروف ما عاد المتطوعين قدروا يطلعوا. نعم. بس بمشفى الأطفال نحن لسه موجودين يوميا من 4:30 للـ6. يعني نحكي عن هلأ هي الحملة، يمكن أكيد الحملات يعني بتعمل دعاية أكثر لحتى الناس يقدروا يزيدوا من تبرعاتهم أو من تمويلهم أو أيضا من تفاعلهم، أو حتى المتطوعين يمكن يتوجهوا لعنكم لحتى يشاركوكم بهذا الدعم يلي عم تقدموه للأطفال. كيف رح توجهوا هاي الحملة؟ لوين حابين أنكم توجهوها؟ هلأ أنا بس بدي زيد، نحن عملنا على الفيسبوك هاشتاج أنا دعمت بسمة أنت شو عملت، مشان كل واحد يعني مثلا رحت على مطعم من المطاعم نحن مخصصينا يتصور فيها، يحط صورته على الفيسبوك، يشترى منتج من المنتجات اللي تدعم بسمة بهيدا الشهر كمان بيصوروه بيحطه، مشان نشجع بعض إنه نحن كلنا بالدعم. هلأ نحن يعني متأملين يكون الدعم المادي منيح هيدا الشهر. يعني نحن بالعادة كان شهر شباط هو تقريبا 80% من الدعم المادي تبع كل السنة بشكل. هلا طبعا هلا ما عادت الظروف تسمح انه نحن كثير نتامل منه لهيدا الشهر، بس نحن دائما بنآمن انه ليره صغيره بتعمل كثير فرق بحياه الطفل. فرح يعني عم نشتغل اكثر ما بنقدر نحن ولجنه الدعم لحتى نقدر نوصل اكثر عدد عالم تشارك معنا بهي الحمله ان شاء الله. مدام سهير، يمكن مثل انواع هيك حملات يمكن وتشجيع لفعلا دعم المادي والمعنوي لجمعيه بسمه كثير بيساعدكم، لانه بتستقطبوا اكبر عدد من الاطفال المصابين بالسرطان، ويمكن عم نشوفكم لابسين الشعار الذهبي لدعم مرضى اطفال السرطان. خلينا نحكي عن الطرق حتى تتلافوا الصعوبات هلا انتم عم تعيشوها، يمكن من نقص دواء، حتى من يمكن نقص من فريق المتطوعين. هلا المتطوعين في كثير، بالعكس في اقبال شديد من المتطوعين الحقيقه، وكلهم حابين كثير يشتغلوا، عم يفوتوا بكل روح مرحمه على الاولاد. بس نحن طبعا اكيد عنا بالدعم المادي، انا بدي اقول انه نحن بنتلافى هالموضوع هذا اذا كل المجتمع السوري بيتعاون معنا. يعني ما نخجل من انه نحن بدنا نتبرع ب 500 ليره او 100 ليره او 1000 ليره، اي تبرع مهما كان صغير بيعمل فرق بحياه الاولاد. ويعني مشفى سرطان الاطفال بمصر على جنيه واحد يعني كل فنحن بدنا نقول انه نحن بدنا ندعم هدول الاولاد، لانه هدول بالنهايه مسؤوليتنا كلنا. يعني هن اطفال سوريين، فهن مسؤوليه كل المجتمع السوري اكيد. فبتمنى الكل يشارك والكل يدعم هدول الاولاد حتى نقدر نكفي معهم علاجهم بشيء هن بيستاهلوه الحقيقه ان شاء الله. يعني نحن عاملين 28 طريقه لتدعم فيها اطفال بس ما خلال شهر شباط، حتى في بيناتهم دعاء. فيعني اللي ما بيقدر يتبرع يعني يدعي لنا ونحن بنكون كثير مبسوطين. حلو. يعني سيده سهير، شو في بعد هي الحمله؟ شو عاملين مشاريع؟ ولامتى الحمله مستمره تقريبا؟ هلا هي لنهايه شباط الحمله مستمره.
ان شاء الله يعني لسه ما درسنا بعدها شو ممكن نساوي، بس اكيد حيكون في مشاريع تانية. وانا كمان بتمنى انه ما توقف التبرعات عن شهر شباط، لانه نحن علاج الاولاد مو بس بشهر شباط، هو طول السنه. فنحن ما ننسى هالاولاد بعد شباط، يعني لا لازم دائما نكون يكون موجودين ببالنا يعني. مدام كاتا، يمكن الجهات اللي شاركت معكم او هي التشاركيه اللي صارت بدعم هي الحمله، شو بتقولي لهم، شو بتقولي لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا اليوم؟ انا بالبدايه اكيد بدي اتشكر كل الجهات اللي شاركت معنا بهي الحمله، وعن جد جعبالي خصصهم اسم اسم، لانه نحن كثير بنتشكرهم وصرنا بنعتبرهم نحن شركاء معنا. ما عدنا بنعتبرهم جهات خارجيه يعني. فاكيد بدي اتشكر شركه بوفالو، شركه بتنجاني، لانه هي قدمت لنا هيدا الشهر ريع مونتاج. اللي بيشتري من بوفالو بيجينا نحن ريع منه. وبدي اتشكر كب كيك ديلي كيك، اذا بتشتروا كب كيك هيدا الشهر من عند ديلي كيك بيطلع لنا كمان كامل الريع لجمعيه بسمه. المطاعم اللي شاركت معنا عندنا مارينيلو تبع ابو رماني، ماجستي وهنابي وكافيه دي روما تبع الفور سيزن وايفا وجميني ابو رماني وديونز وفلافل يمي فلافل. هي في ايام محدده للتبرع؟ نحن خلال كل الشهر، انت ما بتروح الا واحد من هدول المطاعم خلال كل الشهر بيكون جزء من ريعون لبسمه، ما عدا يمي فلافل نحن مخصصين له بس كل يوم اربعه. وكمان بدي اتشكر انت انو سيرياتيل، لانه مخصصين لنا ارقام للتبرع، سيرياتيل على 1077 وانتين على 1299، بيرسل رسالة صغيرة لهيدا الأرقام بيجينا 50 ليرة سورية عليهم. فكمان نحن بندعي العالم أنه يبعثوا رسائل على هدول الأرقام. ونحن عاملين كمان مشروع بالفن بنرسم بسمة، هن فنانين تبرعوا بأعمالهم إن كان رسم ولا منحوتات بالجاليري الأرت هاوس. فكمان أنا بتشكرهم كتير على استضافتهم على ريعون. وهيدا المشروع بالتعاون مع وزارة الثقافة ومديرية الفنون الجميلة. يعني في جهات كثيرة مشاركتكم بهي الحملة، وإن شاء الله دائما جهات، يمكن دائما هذا الحس الإنساني بيكون موجود عند كل الأشخاص، وهالتعاونية دائما تكون موجودة. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق، وأيضا دعوة لكل الناس لحتى يشاركوكم بهي الحملة، وإن شاء الله هيك دائما نتمنى الشفاء لكل الأطفال يا رب. شكرا. انا بدي اشكركم كمان لوجودكم معنا، وبدي وصل كمان صوت يمكن وصلني من العالم انه بيعتبروك الامتيازة، فقالوا لي انه وصل لك هذا الشيء. ان شاء الله موفقين. شكرا. ان شاء الله نكون هيك، وان شاء الله نكون دائما. شكرا. انا شركه المجموعه المتحده اليوجي وكواليس اللي قدموا لنا كمان الاعلانات الطرقيه مجانيه لنا. وبدي اتشكر كمان بونك بيمو اللي عملنا نحن فيلم توعوي بيتوجه للاطفال وللاهل، هو مدته 5 دقائق بيشرح مرض السرطان. فكمان بدي اتشكروا انه هن راعوا لنا اياه. اكيد. ونحن بنتشكركم السيده سهير بولاد رئيسه مجلس اداره جمعيه بسمه لدعم السرطان، وكاتيا شطا عضو مجلس اداره ورئيسه لجنه العلاقات العامه والتمويل. بشكر وجودكم. شكرا لكم كثير. انتم كمان شركاء معنا دائما. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. شكرا لكم. هلا مشاهدينا حنروح لمحافظه طرطوس لحتى ايضا نعيش اجواء مهرجان التسوق بختام فعالياته اللي بيحمل عنوان وشعار صنع بسوريا. 110 شركات كبرى شاركوا، ايضا الشركات الصناعيه شاركت بهيدا المهرجان. التفاصيل مع مراسلنا محمد حسن. اختتم مهرجان التسوق الشهري صنع في سوريا الذي تنظمه غرفه صناعه دمشق وريفها فعاليته في الصالة الرياضية بمحافظة طرطوس بمشاركة 110 شركات من كبرى الشركات الصناعية الوطنية. وشكل المهرجان الذي استمر على مدى أسبوع كامل فرصة جيدة أمام المواطنين لشراء حاجياتهم المختلفة والإقبال على الشراء والحصول على منتج بجودة عالية وبأسعار منافسة، وشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الذين قدموا من كافة مناطق المحافظة للاستفادة من العروض والحسومات التي تقدمها الشركات الوطنية المشاركة في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد في السوق المحلية. اليوم الختام لمهرجان صنع في سوريا شهد اقبال كبير من الزاد الزوار، وذلك يعني من العروض اللي عم يقدموها الشركات الصناعية معنا لاستفيدوا من الحسومات من ناحية، وكان في عندنا سحب اليوم على الميدالية الذهبية كمان ربحتها أختنا من محافظة طرطوس المدام عفاف عيسى، وزعنا ميداليتين ذهبيات، وزعنا قسائم أسر شهداء كانوا عم يصرفوهم كمان من المهرجان. المهرجان صار له يعني سمعة طيبة خلال 2015 و2016 وهي 2017، الزوار تعودوا على المنتجات السورية. الإقبال كان كتير ممتاز، وعلى الأخص بآخر 4 أيام كان في كتير ناس إجت على المهرجان وتسوقت منه،
من خلال ثقة الناس بهذا المهرجان اللي جربوه أكثر من مرة، عم يلاقوا في عروض كتير موجودة من الشركات بأسعار كتير منافسة. الحمد لله نحن من أول يوم الشغل عنا كان ممتاز، من أول يوم لآخر يوم الحمد لله، والإقبال كل ما له كان عم يتزايد، والزوار الحمد لله شوفت عينك يعني حبوا البضاعة وحبوا الأسعار، وإن شاء الله نضل مستمرين معهم دائما بهيك أسعار وبهيك بضاعة. والله هي الحمد لله كانت أسعار مناسبة والحسومات كانت كتير قوية، وشوفت عينك يعني العالم اللي احنا بقينا نص ساعة تماما لحتى نسكر، وما شاء الله العالم لسه بإزدياد يعني كتير حلو، وأسعار مقبولة ماشي الحال. حلو، في شيء أسعاره يعني مهودي عن السوق، بس في شيء غالي يعني مثل السوق تماما يعني بشكل عام، بس لا حلو يعني، وفي بضاعة مشكله، وفي يعني بشكل عام مقبول، بس لازم لسه شوي عشان يراعوا الطبقات الأقل شوي. شيء حلو، شيء حلو كتير، وأسعار مناسبة كويسة. تمام، كل شيء تمام، هو الأسعار مناسبة منيحة كتير حلوة كمان، والله غير شكل بجنين، من كل شيء هون حلو، الأسعار كتير رخيصة كمان. لا كويسة، كويس كويس حلو مهرجان، والله غير شكل، إن شاء الله كل عام وانت بخير، وغير شكل الفكرة كتير كويسة حقيقة رائعة، ولقينا أكيد في فرق بالأسعار وبهالظروف نحن اللي عم نمر فيها يعني، والحمد لله الأمور يعني كويسة ومبسوطين نحن إن شاء الله. دائما هالمهرجانات منشوفها دائما في طرطوس باستمرار إن شاء الله. والله غير شكل حلو كتير، وإن شاء الله هيك بيضلوا أكيد دليل الأمان يعني، هلا اللي موجود عندنا هون شوي يعني، إن شاء الله بيكون عطول هيك ويضل الخير مستمر عطول. الأسعار أقل من السوق بحوالي 30-35%، هذا بيشجعنا نحن كمواطنين نجي بشكل دائم نشتري وندعم الصناعة الوطنية صنع في سوريا. مهرجان التسوق الشهري صنع في سوريا، تأكيد من الصناعيين السوريين المشاركين على استمرار دوران عجلة الإنتاج الوطني في ظل الحصار الاقتصادي الذي تتعرض له البلاد. أما لازلنا بصار وقت نروح لمساحتنا الثقافية مع مجموعة من الأخبار المحلية والعربية والعالمية، والبداية من دمشق وتحديدا من دار الأسد للثقافة والفنون، حيث احتضن المعهد العالي للموسيقى مؤتمر صحفي حول أسبوع دمشق لموسيقى الأورغان الذي ينطلق ب 9/2/2017 ويستمر لغاية 15/2/2017 برعاية وزارة الثقافة. طفوا متابعة بالمادة التالية. هذا المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة، اللي هو تم عن طريق مذكرة تفاهم توقعت بين المعهد العالي للموسيقى بدمشق ورهبانية حراس الأرض المقدسة في إيطاليا. بتنص الاتفاقية على إقامة مهرجان الأورغن بشكل سنوي مستمر، استضافة موسيقيين من إيطاليا عازفين على آلة الأورغن، هي الآلة المهمة جدا والنادرة، واللي نحن طبعا نفتخر بسوريا أنه عنا أورغن في دار الأوبرا، من أهم الأورغانات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط حتى، ومن الأورغانات اللي مميزة حتى عالميا، لأنه بتمتلك وسادة هوائية بتخليها سهولة نقلها، وهذا الشيء كان طبعا كآلة أورغن موجودة ما في منها كتير في العالم. Perché è nato questo festival? Perché vogliamo dare مهرجان الأسبوع الأورغن بدمشق هو جزء من مهرجان كتير كبير بنظمه الأبريكاردو بمنطقة الشرق الأوسط، هو عم بيمثل القسم الموسيقي من رهبانية الأرض المقدسة، رهبانة فرانشيسكان يلي هي الكنيسة اللاتينية، فبالتالي هن موجودين بالمنطقة من 1300. شيء لطيف إنه افتتاح أسبوع دمشق الأورغان يكون نفسه هو حفل الأول للفرقة السيمفونية الوطنية السورية بعام 2017، شغلتين ارتبطوا مع بعضهم من هالسنة، وأنا مبسوط كثير إنه آلة الأورغان هذا الكنز الكبير موجود بدار الأوبرا رح يرجع نسمع صوته، وكان لقاء لطيف بينه وبين العازف يوجين ماريا فجاني وأعضاء الفرقة، تحمسوا للأعمال لأنه أعمال صعبة كثير.
خبرنا التالي كمان ميسان من دمشق، حيث بدأ عرض فيلم عرائس السكر في دار الأسد للثقافة والفنون. ويعتبر هذا الفيلم مغامرة سينمائية فريدة، حيث يتناول حالة طفلة مصابة بمتلازمة داون. الفيلم من إخراج سهير سرميني وتأليف وحوار ديانا فارس. خلونا نتابع مع بعض. الفيلم أكيد بيحكي عن أطفال ليس لهم ذنب، خرقوا في الحياة، يعني هم أطفال ذو احتياجات خاصة، وخاصة هذا الفيلم بيسلط الضوء على متلازمة داون. بيحكي عن معاناتهم بالبيئة، بالمجتمع بشكل عام، بظروفهم يعني. ونحن أكيد بنسلط الضوء على أنه ضرورة الرعاية والاهتمام فيهم بالمجتمع من خلال هذا الفيلم السينمائي الطويل. أنا بقول أنه نحن أهم ما نقدم 100 ندوة، نحن من خلال الفن ممكن نقدم رسالة ونقدم شيء لهدول الأطفال من خلال أنه نطور مواهبهم وإمكانياتهم. كل واحد حسب حالته ممكن يكون في منهم شيء فاعل بالمجتمع. كان دوري أفلام، كان دوري قلت منيح، كان القلت منيح حلو، وكان فيها كثير أنا فيها محلات فيها، تصوير فيها، ركض فيها. أنا كتير سعيدة بهذا العمل، وهي اللي أول مرة أنا بشارك أنا معها، وبتمنى بأنه تنعاد أكثر من مرة. الفيلم أنا كتير كنت سعيدة، وبالأخص بالدور يعني تبعي أنا أخذة طبعا دور داية موجودة فيه. هو قصة كتير فعلا هي محزنة، بس ما حقدر احكي لكم انا بتفاصيلها لانه حضرتكم هلا حتشوفوا الفيلم وحنشوفه نحن مع بعض، وراح تشوفوا قديش مهم هذا الفيلم. بالحقيقه هي كانت خلينا نقول اول تجربه طويله لي سينمائيا، يعني قبل كان في لي تجربه ضيفه بفيلم، وكمان كان عندي تجربه بفيلم قصير حصدنا حوالي 27 جائزة حول العالم، وأنا ترشحت فيه وقتها لمهرجان لندن للسينمائيين. هاي التجربة بقى الطويلة الأولى لإلي، وكانت مميزة على صعيد الدور، على صعيد قصة الفيلم. القصة كتير إنسانية، كتير حقيقية، وكتير حياتية، وكتير واقعية. ما بعرف شو بدي أقول عن تجربتي، بس بدي أقولك إنه هي فيها شيء مميز، إنه كانت تجربة نسائية. مع رئيس السكر، الفيلم اللي انعرض بدار الأسد للثقافة والفنون، بتكون خلصت جولتنا الثقافية. تابعونا كل يوم بصباح نغير بجولة ثقافية وأخبار ثقافية جديدة، لكن فاصل منتابع باقي محطاتنا. محطتنا الصباحية التالية رح نتوقف فيها بعالم التغذية، فخلال هالفصل وموجة البرد لكتير من الأنشطة الرياضية أحياناً بتقتصر من حياتنا وبيبقى النظام الغذائي هو بوصلة لكل سيدة لتحقيق التوازن بين الرشاقة والصحة. واليوم سوا رح نتعرف مع أخصائية بمجال التغذية وعلوم الغذاء إيفانا خضر اليوسف على النظام الأمثل خلال فصل الشتاء. يسعد صباحك إيفانا. صباحك يا هلا. يسعد صباحك عن جديد. يعني عم نحكي مثل ما قالت ميسان بالمقدمة انه فصل الشتاء كتير هذا الفصل الناس بتاكل بينقص فيتامين دال، مثل ما حكينا بحلقات سابقة مع اخصائيين ايضا، فهذا الشيء هو اللي بيخلي الجسم يطلب الاكل. بدنا نعرف النظام الصحي المناسب لهذا الفصل حتى للناس اللي ما بتعمل رياضة.
تمام. أول شيء لازم أنه يكون عندنا 3 وجبات أساسيات، الفطور الغداء العشاء وجبتين خفيفات. كمان يكون فيها كل العناصر الغذائية اللي هي البروتينات، النشويات، الدهون حتى بكميات قليلة، الخضار والفواكه عشان نقدر نستمد منها الفيتامينات والمعادن اللي بتعطينا الطاقة بتعطينا القوة وبتحسسنا بالشبع. مثلاً أنه نفترض الأشخاص اللي ما كتير عندهم جهد، بدل ما يطلعوا الأسانسير يطلعوا بالدير على الدرج، مثلاً عندهم مشوار يصفوا سيارتهم بعيد عن المشوار، يمشوا شوي، يعبوا خزائنهم سواء ربات المنزل الأكل الصحي اللي مثل مثلا الفواكه المجففة، ممكن يكون مثلا الفول، الفاصوليا المعلبة، حتى المعكرونات اللي بتكون من الخالة، عشان إذا جاعوا بشكل أو أي حدا يعني سواء نساء أو رجال وبدون يعملوا وجبة خفيفة تكون صحية ما تأثر عليهم وسريعة التحضير وسهلة التحضير، بيلاقوا وقتها هذا الشيء الصحي اللي عندهم يا. كتير مهم انه يكتروا من اكل الخضار 3-4 مرات باليوم، الخضار النيئة بالاضافة انه هي بتحسن جهاز الهضم، لانه نحن لما بالشتاء كلنا بنعرف انه بتقل شرب المي، فلما بيقل عنا شرب المي غير انه بده يصير عنا المشاكل التانية وزيادة الوزن بيصير عنا مشاكل بالجهاز الهضمي، فنحن فينا نعوضها بالخضار، فيها نسبة بالمياه وفيها الياف، وبنفس الوقت الالياف هاي بتخلينا نحن نحس بالشبع. فنحن قد ما أكلناها بيكون سعرات الحرارية قليلة وبتحسسنا بالشبع. كتير مهم نحن ما نعمل كانسل للخبز، فينا نحن نتناول محل الخبز الأبيض، الخبز الخالي، الدرة، خبز الشوفان، هذا فيه فائدة أكتر فيه ألياف، بس هي السعرات الحرارية نفسها بنرجع. ممكن كمان نحن أو من المهم كتير شرب من 1.5 لتر باليوم مي، مثل ما قلنا على الفوائد الجمة للمي، واللي ما بيقدر مثلا بيقولك أنا ما فيني أشرب هالكمية، ممكن نحن نحط شوية نعناع، نحط شوية مثلا برتقان، ليمون مع المي نعمل لها طعمات، ممكن نحن نشرب زهورات، بس يمكن هي بتمرق خلال النهار يعني 1.5 لتر فعلا، بس هنا يمكن العالم بيفكروا أنه 1.5 لتر يعني أنا طيب دقيقة على الوحدة، لا مو هيك، فيكم تشربوها خلال النهار. كتير مهم كمان نحن انه نتعود ناكل الخضار اللفت مثلا الارنبيط، هاي الجزرية كتير مفيدة فيها كتير فوائد وسعراتها الحرارية قليلة وبتشبع. ممكن كمان مثلا هاي المجموعة طيب صحيح المجموعة ممكن للنساء والرجال خلال الشتاء انه يعملوها، لانه كتريتهم ما بيقدروا بيقول لك ابرد ما بنلعب رياضة، طيب نحن بنقضينا اكل وقعدة، اهم شيء كمان ما ياكلوا قدام التلفزيون، هي المصيبة الكل يمكن بياكل قدام وقت النقرشات التلفزيون والنقرشات. بس كمان سألوني بالكنترول انه على اذا الواحد شرب شاي نفس الشيء يعتبر بالنسبة للمي ولا لا لازم تكون مي، او مثلا على زهورات شيء يعتبر افضل؟ لا لا، هي يفضل تكون مي، بس ما فيه ابدا ممكن نحن ندخل الشاي معه، بس طبعا مو فورا بعد الطعام بعد الاكل لانه بتسحب الحديد اللي كنت ناولناه بالعناصر الغذائيه، ممكن بعد ساعتين. حتى الزهورات لسه مهمة، على الشاي مهمة الحمراء ولا الخضراء، فيها مضادات اكسده، فيها فيتامينات وعناصر، فيها شيء بقوي جهاز المناعه، لا فينا بحاجه لها، فينا نستعيد، بس قد ما كان ما رح تكون الاستعادة مع المي النظاميه. اكيد ايفان، يمكن بفصل الشتاء يمكن الجسم بيطلب الشغلات الحلوه او الحلو، فكيف فينا انه ناخذ وجبه لو انه كانت عن حلو او وجبه غذائيه كامله بدون ما انه يزيد الوزن؟ هلا بيقول لك نحن عم نعمل دايت ما لازم ناكل حلو، لا مو صحيح هذا الحكي. لما نحن نحرم الجسم من نظام غذائي او عنصر غذائي لقدام بده يتعطش له، بده يمكن يفتحها عليه بعدين ياكل كثير، فلا نحن فيه ياكل قطع صغيره من قطعات الحلو خلال النهار. نفترض مثلا نحن اخذنا اي نوع من انواع الشوكولا، بدل اذا كان قطعتين ناخذ قطعه واحده، اذا كان 4 قطع ناخذ قطعه واحده. بيقولوا الشوكولا الغامقه انه مهمه طبعا للاوعيه الدمويه وسعرات الحراريه اقل وللجهاز الهضمي كل الجسم، ممكن تاخذي تقريبا بقياس 20 غرام قطعة كبريت ناكلها اليوم. حتى يفضل انه نحن ما ناكل قطعة الفواكه عفوا الحلو نختمها باخر الفطور، ليش؟ لانه بتعطيكي الطاقة ورح تنحرق خلال النهار. ذكرتي لنا قبل شوي انه الخبز ما لازم يغيب عن الوجبة تبعنا، نحن طبعا عم نقول نظام غذائي صحي ما عم نقول دايت، يعني عم نقول لحتى الواحد يحافظ على وزنه لا يزيد ولا ينقص، هذا طبعا يلي حضرتك عم تحكي لنا اياه. طب تواجد الخبز امتى لازم يكون؟ بساعات الصباح للظهر لاي ساعة ممكن انه الواحد فعلا هو
يفوت على جسمه خبز بحيث ما يأثر على وزنه. أوكي، هي أكيد يفضل الصباح على الفطور وممكن على العشاء، بس طبعا يكون في فرق بين العشاء 3 ساعات والنوم. على الغداء ما في داعي للخبز لأنه بيكون الغداء بقى لأنه صار في ممكن يكون في نشويات وممكن اللي هي الرز البطاطا حتى من الخضار ممكن تاخديهم أكيد لأنه في سلطة، فالمعكرونات هاي فيها يعود. أما الصبح لأنه ما لح يكون في نشويات حيكون أكثر يتن على البروتينات عم نعتمد، والمساء كمان ممكن على البروتينات الحيوانية أو النباتية. لأي ساعة المساء ممكن الخبز؟ يعني بيقولوا مثلا بعد 7 لا يحبذ. هلا بفضل انه مثل ما قلت انه بين النوم والعشاء اللي تعشينا 3 ساعات، فمشان يقدر يهضم الجسم مشان ما يصير عندنا مشاكل تانية او مثلا حتى قلق بالنوم، فهيك في فرق 3 ساعات. إيفانا، يمكن كثير من السيدات هلا عم يلجأوا للخلطات العشبية لتخفيف الوزن. نحن نعرف مو اي عشبة ممكن تتاخذ، خاصة بيكون لها آثار سلبية احيانا. فشو صحة الموضوع وهل في من اخطاء شائعة بتسمعيها؟ كثير اخطاء هلا مثل ما قلتي حضرتك، خصوصا فصل الشتاء كل النساء بتتجه لهذا الدومين من قله بشكل عام، وحتى بياخذوا ادويه عشبيه لحتى يقطعوا الشهيه. هلا اوكي، نحن ما بنقدر نلغي انه الاعشاب كثير مفيده والطب البديل كثير مفيد وبيعالج امراض وبيساعد التغذيه وبيساعد لكثير اخصائيين امراض واطباء، بس انه تاخذوا النساء بحسب تحت رعايه اخصائي طب بديل او دكتور او اخصائي تغذيه، لانه هن بياخذوه بشكل عشوائي، بياخذوه ما بياخذوا العين الاعتبار الكميات. مثلا النساء بتاخذ كميات كبيره منه تخلط كل الانواع مع بعضها، ما بصير. في بعض الانواع لما بتنخلط تعمل مواد سامه، في بعض كمان الانواع تم تحليلها هالاعشاب لقينا انه فيها مواد ضاره لما عم ترتبط مع مواد تانية، حتى طريقه التحضير بتاثر، فبتلاقي مثلا ممكن تعمل لك اذيه بنكرياس، اذيه كبد، تعمل سرطانات، تعمل موت وتسمم. فبليز انه انتم ما تاخذوها هيك على كيفكم او تخلطوها مع بعض، لا، لانه هذا الشيء ممكن مثل ما قلنا يعمل اذيه جسديه، ممكن الناس نخسرها وتموت. يعني حتى مثل ما قالت زينب عم يكون احيانا بعض هي الاعشاب عم تصير وتحت يعني مسميات عده، وكلها يمكن الدعايه تبعها هي بتكون لافته للنظر للاشخاص لحتى انه هن ياخذوها او يتناولوها. يعني ادويه شو اسمه التنحيف كثيره، ما راح كثير نفوت فيها. هلا الى اي حد النظام الغذائي ممكن يعوض عن الرياضه اذا ما قدرنا نمارس الرياضة؟ لا، هو ما فيه يعود تماما، بس نحن فينا وقت إذا ما فينا نمارس الرياضة مثل ما قلت نعمل شيء أو يوازي تقريبا تأثيره. هلا هني مكملين لبعض، الرياضة والنظام الغذائي للأشخاص اللي بدهم يحافظوا على وزنهم أو الأشخاص اللي بدهم ينزلوا وزنهم. ما فيك تلعب رياضة مثل ما قلنا، فينا نعمل شغلات تانية بالبيت إذا أنت ما بتقدر تطلع، ممكن مثلا شوية حركات زيادة بالبيت، ما تضل قاعد، القعدة بتضل بتقلل من الاستقلاب ومن الحرق، ومشي شوي مشي كل شوي، حتى اللي وراء المكتب اللي عندهم شغلهم بالمكاتب كمان بغرفتك قوم امشي، اعمل حركات مثلا رياضية شوي خفيفة مثل ما قلنا الأسانسير، السيارة مبعدة شوي لما بكون عندنا مشوار. إذا بيقولوا لك إيه ما فيني أنا بحب الرياضة ما فينا مثلا، هلا ممكن بالعلم كثير عم بيتطور، صارت في اجهزه ثانيه بتعود على هذا الشيء، بتفوتك بانه نحن ما بنعمل رياضه بتقدر تخسر لك وزن، ممكن تعمل لك الشغلات اللي بتعملها الرياضه. طيب اوكي، ما بدنا الاجهزه، وقتها نحن بدنا نحافظ على سعرات حراريه معينه وحاجتنا المعينه ونخفف منها لحتى نحافظ على وزننا. طيب إيفانا، يمكن حكينا كثير عن انظمه صحيه وحكينا عن اخطاء الشائعه، خلينا نحكي عن عادات صحيه ممكن تتبعها كل سيده اليوم بفصل الشتاء. تمام، نفيق بكير، نشرب كاستين مي عريق، اول شيء بتنظف لك الجهاز الهضمي، بتعطي تقوي لك المناعه وبتبلش الاستقلاب صحيح. ممكن انه هي مع القهوه اللي تشربها كاسه القهوه الصبح، بعدين نحن دغري لازم نفطر بعد ساعه من الاستيقاظ مشان ناخذ الطاقه، عشان ناخذ الجلوكوز اللي هو وقود الدماغ، عشان نبلش يومنا صح. دائما نحن ما نغفل انه الفطور يكون دسم، يعني دسم غني، سوري مو دسم، يعني يكون فيه البروتينات، النشويات، الخضار والفواكه، ممكن نحن نحطها بالوجبه الخفيفه، ممكن ناكل شوكولا كمان محل الخضار. بعدين على الغداء كمان يكون كامل. قديه في فرق لازم يكون بالفطور والغداء؟ في لازم يكون تمام الفطور، بعد بتجيك الوجبه الخفيفه ساعتين، بعدين ساعتين بالغداء، بعدين ساعتين وجبه خفيفه، بعدين ساعتين للعشاء او ساعتين لثلاث ساعات.
بعدين ناخذ الوجبة الثانية اللي ممكن كمان تكون فواكه، تكون بوشار، تكون قبضة من المكسرات الغير مملحة مو بزر وهدول الطعمات. بعدين العشاء ممكن يكون تمام كمان يكون فيه نشويات اللي الخبز، ممكن بقوليات أو مثلا ألبان. نبتعد عن الطبخ فاست فود، ممكن احنا ناكله مرة بالشهر إذا الناس اللي كثير متعلقة فيه، يفضل طبعا لا لأنه بيعمل سمنة، ما فيه فايدة أبدا، فيه أضرار أكثر. مرة بالشهر نحن بنسمح انه اوكي، اما في يوم كمان خلال الاسبوع يكون يوم فري، اسمه يوم فري، من الصبح لبالليل انت فاتح وجبة فري. وجبة فري تماما، هي الوجبة الفري اللي شان يرجع الشخص انه اوكي الجسم بلس، لانه دائما الجسم بيعاندنا لما اوكي للاشخاص بالنسبه اللي بدهم ينزلوا وزن او يحافظوا على وزنهم تلاقيهم انه اوكي يا سمنه فجاه نحن ما عم ناكل، لساتنا بالرينج نحن اللي فيه السعرات الحراريه، يا بتلاقيهم ما عم ينزل وزنه. ليش؟ لانه نحن الجسم تعود عاندنا عم ناكل هيك، ايه اوكي انا ما رح انحف، اوكي انا حاسمن، يمكن بيختزن هو تمام مواد مشان انه ما بقى. هلا في شغله صحيح تذكرت انا بتحب بدي احكيها، بالنسبه للادويه ولا الاعشاب اللي بتناولوها الاشخاص للمنحفه، هي بالعكس بالنسبه للجسم بتخزن سيلوليد، بتخزن شحوم وبتمتص الكالسيوم. والكالسيوم عندنا لما بده ينقص بالجسم الانسان بصير عندنا كثير مشاكل ثانيه، فنحن بليز ابتعدوا عن هذا الشيء، وما بيغنيكم عن انه هو المشروبات او حتى الادويه انه تحافظوا على وزنكم الصحي، لا هي دائما هيك شغلات او هيك اعشاب بدها ترتبط مع نظام غذائي لحتى انه يا تحافظ على الوزن يا تنزل الوزن. ايفان احيانا بيقولوا انه الوزن يلي نزل انه هو مي وبعض المواد وانه هو ما له شحوم ما له دهون يعني تخلص منها الجسم، امتى فقط بينزل فعلا مي من الجسم بس، يعني وين بيكون الخلل بالنظام الغذائي؟ البيجي مثلا بيقول لك انا باسبوع نزلت 5 كيلو، هدول الخمس كيلو اللي نزلتهم انت هن عباره عن مي، عباره عن شويه شحم وحيعلق وزنك لقدام وما حينزل. طبيعي لحتى ينزل الاشخاص الوزن اللي بين كيلو بالاسبوع لكيلو ونص، حتى في ناس نص كيلو حسب العمر لانه بيختلف، كل ما بنكبر بتصير نزول الوزن أصعب. اقل تمام، حتى الاراده بتصير اصعب، مشان هيك هدول بيكونوا نزلوا مي وما ببلشوا. لامتى ببلش ينزل الوزن؟ لما بصير بيعلق هون بقى لانه نحن نزلنا بالغلط. ايفانا يمكن في كثير عادات عم نسمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مثلا شرب كاسه مي فتره مع ليمون، او حتى اكل 3 تمرات انه لازم يكون عدد التمرات هو مفرد وما نوع مزوج، قديه صحت هي القصص اللي عم نسمعها؟ على اخر الدراسات انه بالنسبه للمزوج والمفرد هي عباره عن سنه نبويه بس ما اكثر، يعني هي نفس الفائده سواء مزدوج او سواء مفرد ما لها علاقه، بس تابعه للسنه النبويه. فلا كله مزدوج ولا مفرد التمر صحيا قد ايه لازم الكميه تتاخذ؟ ما اكثر من بين تقريبا 4 لـ5 تمرات تمام، بس كثير مفيد، كثير بيعطي طاقة. خصوصا الاشخاص اللي بيروحوا يلعبوا رياضه كله يا موز يا تمر، يا بيعطيهم طاقه هائله. بالاضافه للجهاز المناعي كثير بيقوي، فيه سبحان الله فيه كل الفوائد التمر. طيب كمان إيفانا حكينا عن موضوع المي، حكينا عن كتير قصص، ذكرتينا الوجبة الخفيفة اللي هي هون كتير من الناس بتسأل إنه ليش الوجبة الخفيفة؟ شو فائدة الوجبة الخفيفة؟ لا أنا بدي جوع حالي ليجي وقت الغداء، ليش أهمية الوجبة الخفيفة؟ تمام، عشان ما جوع حالي ويجي وقت الغداء وأكل كل مية سعرات حرارية وأفتح له، فهذا الشيء نحن بنعطيه بوجبة خفيفة عشان دائما الجسم عم في هضم، دائما الجسم في استقلاب. لما بتجوعي حالك خلال هذا الساعات الطويله بيوقف الجسم على الحرق، بيتكدس شحوم على الفاضي، بتصير عندك مثل ما قلنا جوع وسعرات حراريه كثير رح تتناول بالوجبه الثانيه، فهذا من اكبر الاخطاء. بالاضافه انه نحن مثلا بنفوت النواقص اللي ممكن نحن ما نلاقيها بالفطور وبالغداء وبالعشاء نفوتها بالوجبه الخفيفه، ممكن تفاحه، ممكن فواكه، ممكن فواكه، خضار، عصير بوشار، شوكولا، هدول تمام. يعني قد ايه حلو النظام الغذائي اللي ما بينحرم منه الشخص من شيء، بياخذ كله ما لازم كل الفائده. خلينا نحكي لك عن نصائح بتقدميها لكل سيده، وهلا يمكن التساؤلات اللي بيتساءلوها انه في فرق بين رجيم الصيف والشتي، شو بتقولي لهم كمان؟ تمام، هلا بالنسبه لرجيم الصيف والشتي هو الاختلاف هو نفسه، بس الاختلاف بالعناصر بالنسبه للفواكه بس ما اكثر، اما الاكل نفسه السعرات الحراريه نفس حسب حاجه كل شخص سواء رجل انثى، الاعمار كبار صغار مراهقين. كتير مهم نحن نكون وجباتنا 5 وجبات عشان دائما الجسم عم يحرق، دائما في استقلاب، ما نحرم حالنا ولا عنصر غذائي. بما انه نحن ما فينا نلعب رياضه مثل ما قلت، فينا يعني نوازيها بشيء ثاني اللي هي شويه جهد زياده او نقلل من الوجبات اللي عم نتناولها.
كثير نخفف من الدهون المستخدمه بالطعام، يعني ناخذ محل الزيت محل السمنه، ونعرف بالنسبه لمثلا الاعشاب اللي عم نتناولها، نعرف انه مثلا هاي العشبه اذا تناولنا معها هاي الدهون ما بصير، بتصير عندنا ماده سامه. فهي بشكل عام هالفوائد ممكن انها تفيد المراه، وكثير نكتر مي لانه خلال الشتاء نحن عم نشرب مي، اذا ما بنشربها بناخذ الفوائد. يعني الموضوع ما هو هالقد صعب، هو سهل بس بده شويه اراده ومتابعه ايضا، وانه ما نكون عشوائيين. يعني صار متوفر دائما النصائح من الاطباء على كل الشاشات مثل ما عم نشوف. بدنا نشكر وجودك معنا اليوم ايفانا، وشكرا للمعلومات اللي اعطيتنا اياها اليوم. شكرا لك ايفانا على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. هلا مشاهدينا حان الوقت لننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات على الساحه السياسيه العربيه والعالميه مع زميلتنا علا ابو خضر. يسعد صباحك يا علا. يسعد صباحك زينب، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. سقط أكثر من 17 إرهابيا من صفوف تنظيمي داعش وجبهة نصرة في العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش العربي السوري ضد مواقع التنظيمين التكفيريين في منطقة تدمر وريف حمص الشمالي. وفي دير الزور حققت وحدات من الجيش العربي السوري تقدما جديدا في منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية للمدينة، وتم إيقاع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين وتدمير آلياتهم في ضربات جوية على مواقعهم في منطقة المعامل والمكبات وسرية جنيد وشركة الكهرباء عند المحور الجنوبي للمدينة، إضافة إلى تدمير آليات أخرى لتنظيم داعش عند مفرق منطقة الثردة جنوب المطار. في إطار دعم التنظيمات الإرهابية التكفيرية، اعتدى طيران العدو الإسرائيلي مساء أمس على أحد المباني السكنية في القنيطرة. مصدر عسكري أكد أن العدو الإسرائيلي قام باستهداف مبنى سكني في مدينة البعث بالقنيطرة بصاروخ أطلقته مروحية من خلف تل أبو الندى داخل الأراضي المحتلة من دون وقوع خسائر. وأضاف المصدر بأن هذا الاعتداء السافر الذي استهدف منطقة سكنية آملة لن يثني الجيش العربي السوري عن مواصلة الحرب ضد المجموعات الإرهابية ذراع العدو الإسرائيلي والقضاء عليها. إلى فلسطين المحتلة، حيث استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب خمسة آخرون بجروح في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على الحدود بين قطاع غزة ومصر. من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط عدة صواريخ أطلقت من شبه جزيرة سيناء المصرية في ساعات مبكرة من صباح اليوم في إيلات جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جهتها ذكرت إذاعة الاحتلال أنه تم اعتراض ثلاثة صواريخ في الجو من أصل أربعة، بينما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن إخلاء أحد الفنادق في إيلات. في خبرنا الأخير، حصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على موافقة مجلس العموم البريطاني لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، لإضافة شروط أخرى لخطتها لبدء الإجراءات بحلول 31 من آذار. وفي مجلس العموم صوت المشرعون بأغلبية 494 صوتا للقانون الذي يمنح ماي حق بدء عملية الخروج رسميا. هذا ويتعين الآن الحصول على موافقة مجلس اللوردات قبل أن يصبح القانون نافذا. وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك زينب. شكرا لك زميلتنا علا أبو خضر من غرفة الأخبار. أكيد مشاهدينا آخر فقرة من فقرات صباحنا غير هي ختام مسك مع صوت طربي أصيل. نعم زينب، هو صوت حلبي وطربي أصيل تعشق بخامة الأصالة، تنقل بأمانة للجمهور يعشق الطرب منذ طفولته، وحتى الآن كان الفن دربه. من آخر مشاركاته سهرة طرب لحلب أحياها مع الفرقة بقيادة المايسترو كمال سكيكر، واليوم عم يشاركنا ويشارك جمهور صباحنا غير بعض من روائع الفن الاصيل الفنان سومر نجار. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك صباحنا غير. يسعد صباحكم صبايا، بيعطيكم العافيه، وصباح كل عم يحضرونا على قناتكم الاخباريه السوريه. اكيد صباحك حلبي. صباح حلبي وسوري وشامي وشامي والبدك. خلينا نحكي لك انا عن اجواء الحفل الاخير اللي ايضا انت احييته. هو يعني بتاريخ 6 شباط من يومين عملنا حفل بدار الأوبرا، أنا ورفقاتنا الموسيقيين الحلوين، طبعاً
بدي أشكر كتير الأستاذ كمال سكاكر أخي وصديقي وحبيب قلبي، وإذا كان عم يحضرنا بقول له يسعد صباحك. هذا الرجل الرائع والجميل اللي تعب كتير معي بصراحة لحتى وصلنا ليوم الحفل، مشكور كتير لجهوده، وبشكر أكيد كل أعضاء الفرقة الموسيقية حتى مغنين الكورال يعطيوها العافية، كلهم تعبوا، كان في جهد جماعي، أنا كتير بحبهم. عملنا حفل هيك تقريبا شي ساعة زمن، قدمنا فيها مجموعة من أغاني، في شي جديد كان وفي شي من الأغاني القديمة. كان بيعنيني الخط الأساسي كان هو سوري، يعني في شي حلبي في شي سوري، في شي كمان كان يعني خلينا نقول مثلا شارك مسلسل بيت جدي الجزء الأول، أنا كنت مغنية بالعمل، حبيت كتير أنه أقدمها بهذا الحفل لأنه الكلام كتير بيلامس الواقع يعني. نعم. وهي من كلمات شاعرنا الكبير المعروف أستاذ حسين حمزة. نعم. ومن ألحان الفنان الحلو كمان الأستاذ رضوان نصري. وعملنا كمان شيء هيك فولكلوري هو قديم، الناس عرفوه بمسلسل السورية كان غزالة. كمان قدمته أغاني محفورة بالذاكرة. يعني يمكن كان في تنوع بالحفل، ونحن هلأ بعد شوي رح نرجع لنسمع شيء من اللي قدمته بالحفل، ولكن رح نروح نشوف فيديو عن بعض من أعمالك ونرجع لعندك. يلا منشوف. سعدك صباحي ما طلعت الفجر، يا مسعدك صباحي ما طلعت الفجر، الشمس منها تروي كواكب عيني دري، يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام والله الليل ما بنا، قومي العبي بيصلح لك كبش الغنم لا تبح لك، قومي العبي بيصلح لك كبش الغنم لا تبح لك. شمس لا تنسي دون كأس أسكرني رقت صلي. سمر، يعني يمكن هيك لقطات أو شريط ذكريات مرق هلأ قدامك من الصغر بتغني، من أين عمر تحكي لنا، وأيضا تحكي لنا هلأ شو شفت، كيف شفت حالك حاليا بين الماضي والحاضر؟ يعني هيك انبسطت كتير عم شوف هدول الفيديوهات، حبيت هلأ بس يعني ما بعرف قديش الناس هي حبيت، يعني نقول علاقتي مع الموسيقى هلأ كنا عم نحكي يعني تحت الهواء إنه هي فعلا حالة يعني إدمان. الموسيقى سبحان الله هيك شغلة بتستهويني من الطفولة، أنا بعمر 4 سنين كنت أعزف طبلة، يمكن بيعرفوا سومر بهذاك العمر يعني بيتذكروا من 4 سنين فكنت غني وأعزف. بحب الموسيقى كتير.
يعني نحن هلا بما انه بتحب الموسيقى كثير وبدنا اياك تنقل لنا هالحب والعشق باغنيه سمعنا اياها، وخصيصا حابين هيك شيء من الحفله اللي احيته، يعني شيء من اللي اخشى احيته. شيء للأستاذ فريد الأطرش، أجل بهواك. ساعدونا الشباب زبطونا الصوت. أجل بهواك ولولا شو ما جيناك، ولولا الحب يا المحبوب ما كان شيل عمري جمعنا معاك. أجل بهواك بهواك. شكرا لك. هلا بنشوف شو المشكله بالصوت، ان شاء الله هلا بتزبط. ما في مشكله، بنغني بلا تمام. اكيد سمر عم تغني الاغاني الطربيه بوقت يمكن الجيل الحالي ما كثير عم بيحافظ على الاغنيه الطربيه، قد عليك مسؤوليه فعلا، شلون بتشوف لازم تنعش هي الاغنيه الطربيه ونحافظ عليها كتاريخ خالد كمان؟ هلا انا بحكي عن حالي، يعني ما بعرف شو وجهه نظر الاخر، يعني انا بحب الطرب، يعني انا قولي لي شو بتحب تسمع، شو بتحب تغني، بستمتع اكثر ما بغني طرب. بحس انه في جماليه اكثر، في صعوبه باداء هذا اللون الغنائي، في اصاله فيه. بحب الكلمه الحلوه، بحب اللحن الذكي الحلو، بيسحرني يعني. ايه بحب هيك اكثر سمر. بس كمان يمكن يعني هلا صحيح جزء كبير مثل ما قالت زينب من المطربين والمغنيين عم يتوجهوا للشيء الحديث وعم يبعدوا عن الطرب، بس كمان في سميع على الطرب يعني، ومن جيل الشباب يعني بالحفلات ما بعرف اذا شفت كان في كثير يعني شباب بحفلتك كمان. ايه طبعا، هلا اكيد بالنهايه ما حدا بيلغي حدا يعني، وانا مش ضد الجديد يعني، بالعكس الجديد فيه شيء حلو. طبعا في بعض التجارب هي حلوه وجميله، وانا بسمع كثير، بسمع كل شيء بالمناسبه. هلا بحب اكثر من الطرب، ايه لانه بيستهويني. ومثل ما حكيتي بالضبط، يعني كان في جمهور منيح وهو بيحب يسمع موسيقى حلوه، و يعني بشريحه عمريه بتتفاجئي فيها انه هو لا جاي على دار الاوبرا ليسمع طرب ويسمع غنيه حلوه، وعلى خلاف ما هو متعارف عليه انه لا انه الجيل الجديد هو كله بحب يسمع اغاني انه يعني ما فيها هذا العمق او ما فيها طرب او لا فيها مع العصر، مع عصر السرعه زينب. اكيد
أكيد أكيد أغاني سريعة ما بيلغي إنه في شباب عندهم ذائقة فنية كتير حلوة وبيتمسكوا أيضا، خاصة يمكن هلأ بهاي الظروف اللي عم نعيشها كتير من العالم أو الشباب السوريين عم يتمسكوا بالشيء القديم بسوريا 100%. أكيد خلينا نحكي سمر، كيف بتختار أعمالك وليش ما كتير عم نشوف إلك أعمال جديدة؟ وين المشكلة؟ والله دائما هي عم نحكي فيها وحكينا كتير، يعني تعبنا على قد ما حكينا فيها. نفس القصة بتكرر، أزمة إنتاج. نحن ما عندنا شركات إنتاج ومنضلنا نحكي فيها ومنضل نحكي فيها وما حدا عم ينتبه هذا الموضوع. إمتى ما بعرف، يعني يمل إنه هي أزمة كل مغني سوري وكل موسيقي سوري، يعني موسيقي سوري إنه يعني مش بالضرورة يكون هو الإنتاج بس باتجاه الغناء، لا حتى باتجاه الموسيقى. يعني عندنا مؤلفين سوريين عندهم أعمال تأليف مكتوبة بس للآلات أو مكتوبة للموسيقى، إنه ما عم نشوف شيء. فأنت يعني يا أما عم تروحي باتجاه الشعبي، هذا اللي بيسموه شعبي اللي هو كتير يعني عم ينشغل أحيانا عند البعض، عشان ما يجي حدا هلا يقعد يصطاد بالماء العكر، عند البعض مش الكل، إنه عم ينشغل بطريقة كتير استهلاكية وتجارية. فينا نعمل هذا الشيء، فينا نجيب نحن هي آلة الكيبورد ونشتغل كل هذا الشغل عليه وخلصنا. يعني اليوم نحن بدنا آلات حية، آلات لايف. هذا معناته بدك أنت كوادر موسيقية، بدك استوديو يعطيك هذا الكواليتي موجود. في عنا كتاب أغنية، في عنا ملحنين، عنا موزعين، عنا أصوات جميلة. نعم أصوات وخامات كتير كتيرة موجودة. بتشوفيهم مثلا ببرامج مسابقات، لأنه هو ما عنده خيار، الأوائل دائما يعني المغني السوري هو ما عنده خيار غير أنه يطلع هيك أو بده ينتج على حسابه الخاص. يعني وهذا الموضوع انت ما عم تحكي عن ميزانيه، هي مناشده صغيرة. هلا نحن عم نوجه مناشده ودعوه كل فئاتنا، كل الشباب المغنيين والمغنيات بيحكوا نفس الوجع، انه ايه يا ريت، لانه لازم يتفعل قانون حمايه الملكيه والحقوق المحفوظه وياخذ دوره بشكل كتير صح، ويتاسس شركات انتاج بالقطاع العام وبالقطاع الخاص على غرار كيف عندنا صناعه دراما، لازم يكون في صناعه غناء. وبالمناسبه انا بقولها دائما، قد عم تحقق ايرادات الدراما الموسيقى بتحقق اكثر. يعني انت بفيك تبيع الغنيه منيح، انسي بيع الغنيه وتحميلها. هلا بقول لك انه مثلا انه صار عن طريق الانترنت، انا ما عاد الناس بتلجا للسي دي، اوكي، بس الطريقه الرقميه الديجيتال انت صار فيك تفوتي على النت، ما فيك تحملي غنيه الا لتدفعي. اكيد اثنين، عندك ايرادات المغني من الحفلات، فشركه الانتاج هي كثير بتستفيد من هذا الموضوع. وبدون ذكر اسماء، كبار شركات الانتاج في مجال الغناء والموسيقى هي عامله عقود مع كبار نجوم الوطن العربي، مش من فراغ، هي بتعرف انه عم بيحقق لهذا الحكي كثير ايرادات ماليه كبيره وضخمه. نعم اكيد سمر، يمكن الموسيقى هي ثقافه الشعوب بتحمل طبعا بين انغامها، لكن هلا اكيد بدنا نسمع شيء ان شاء الله. ان شاء الله تكون هي كمان تصير عندنا ثقافه هذا الموضوع ويتفعل هذا الموضوع، ونشوف مثلا مثل ما عندنا سوريا دراما يكون عندنا سوريا موسيقى مثلا تتخصص في عرض الاعمال الغنائيه السوريه. أمنية سمر، حابين نسمع شيء هيك لحلب أو لسوريا، شو بتسمعنا؟ خلينا نرجع المايك حتى يطلع الصوت صح، نحلت المشكلة إن شاء الله. أكيد نتمنى نحن. أوكي يعطيه العافية الشباب، يعني بشكورين، هي أنا بعرف قديش صعبة قصة الهوى، فيعطيه العافية كلهم قد عم بيتعبوا لحتى نطلع بالحلقة. هلأ منقول في شيء أنا قدمته يعني بالحفل الأخير، هو للفنان الموسيقي الحلبي كميل شامبير. منقول نويت أسيبك خلاص، نويت أسيبك خلاص، نويت وأحبي غيرك مادام لقيت، نويت أسيبك خلاص، نويت أسيبك خلاص، نويت وأحبي غيرك مادام لقيت، عمري ضاع وأنا في قربك، شبابي راح برضو بحبك، عمري ضاع وأنا في قربك، شبابي راح برضو بحبك، حرام عليك راعي ربك، حرام عليك راعي ربك،
وانسى اللي كان بذمتي مادام لقيت نويت اسيبك خلاص نويت خلاص نويت واحب غيرك مادام لقيت. شكرا لك سوما، شكرا كثير يعني لوجودك معنا لليوم، نورتنا، ونتمنى دائما تقوم بهيك حفلات كثير مهمه بسوريا وايضا بالوطن العربي، ومناشدتك يلي قبل شوي كنت عم تقولها للانتاج دائما تصير حقيقه وعرض الواقع. شكرا كثير لك. ان شاء الله بنتمنى هذا الشيء، لانه سوريا بيلبق لها دائما اي تطور واي ازدهار، وبتمنى نشوف كل هاي الاصوات السوريه عم بتغني تعمل حفلات ونسمعها. اكيد بتمنى. اكيد يا سومر، بيلبق لشباب سوريا ايضا الموهوبين انه كمان يتم رعايتهم، وان شاء الله صوتك يوصل. شكرا لوجودك معنا. انا بشكركم، يعطيكم العافيه على البرنامج اللطيف، وانا بتابعكم على طول وبحبكم كثير. شكرا لك، يعطيكم العافيه. صباحنا ميسان وصل للختام. اكيد مشاهدينا شاشه الاخباريه السوريه رح تبقى مكفايه معكم بتغطيه لابرز واهم الاحداث على الساحه العربيه العالميه والسياسيه. بيبقى نقول ضل بالف خير وباي باي. نتمنى لكم مشاهدينا عطله يعني مليئه بالراحه، ودائما بنقلكم انه فيكم تابعونا بالاعاده الساعه 1:05 ليلا. وهلا بدنا نقول لكم باي باي.